مباراة اليوم من البداية حاولنا ناخذ 3 نقاط، وبعد الشوط الثاني ما تفجري له ماتش. فهمتي هذاك اللي صار؟ نعرفوا فريق الجيش الملكي ما في وضعية حسنة الوقت الحاضر، نعرف اللي كان معناتها مستواه، خاصة شفته ضد الرجاء، كان فاز على الرجاء وكان مستواه طيب، وعندهم سرعة وعندهم انقلاب من الدفاع للهجوم بأقصى ما يكون بسرعة. هذا كل ما نجحنا فيه بفضل معناتها، لأن اليوم شفنا الديفونس تريز افونسي، حد شوية من خطورة الفريق المنافس، الهجومات كانت سريعة كفافة عددية، عملنا عدة هجومات بسرعة بكفافة عددية كبيرة، هذاك الشيء اللي خلانا نسجلوا 3 أهداف، وكنا يمكن نسجلوا حتى أكثر مع الفرص. لكن بصفة عامة كانت مقابلة طيبة من الجانبين، ونشكر لاعبين الوداد ولاعبين الجيش الملكي، وكل شيء كان على أحسن ما يرام الحمد لله، لأن بعد مقابلة كبيرة صعب تعاود انتصار معناتها بنفس الطريقة.